نشوف اخبار محترفينا المصريين ايه في ملاعب اوروبا وفقره الجي بي اس. البداية هتكون مع النني. الحقيقة النني نجم النادي الأرسنال اللي كان ليه حظ من المشاركة في مباراة فريقه الأخيرة، شارك في فوز الأرسنال على ويست هام بنتيجة 6-0 في الدوري. مدة مشاركته كانت 23 دقيقة وكان ليه خلالها محاولة وحيدة على المرمى. التمريرات 25 تمريرة بنسبة دقة 100%، وتقييمه في المباراة دي كان 6.7 درجة. أرسنال حاليا في المركز الثالث برصيد 52 نقطة، والمباراة اللي جاية هتكون أمام بيرنلي في البريمير ليج. نروح لسام مورسي إبسويتش تاون الإنجليزي. سام مورسي الحقيقة شارك في مباراة فريقه الأخيرة واللي انتهت بالتعادل أمام ويست بروميتش بنتيجة 2-2 في الدوري أو الشامبيونشيب، وكانت مدة مشاركته 90 دقيقة. كان ليه خلالها محاولتين على المرمى، تمريراته 87 بنسبة دقة أو نجاح 90%، تمريرات مفتاحية مرة وحيدة، التحامات هوائية 4 كسب منهم سام 2، تقييمه في المباراة 7.3 درجة، وإبسويتش تاون في المركز الرابع برصيد 60 نقطة، والمباراة اللي جاية هتبقى أمام فريق ميلوال في الدوري. نروح لألمانيا بونزليجا. المتألق الحقيقة عمر مرموش مع أينتراخت فرانكفورت. عمر شارك في مباراة فريقه الأخيرة واللي انتهت بالتعادل أمام بخوم نتيجة 1-1 في البوندسليجا. مدة مشاركة عمر كانت 64 دقيقة. الأهداف لي هو اللي أحرز هدف فريقه الوحيد، وكان كمان لي 3 محاولات على المرمى، تمريرات 12 بنسبة دقة 67%، تمريرات طولية 2 نجح عمر في واحدة منهم، التحامات أرضية 6 كسب منهم 5، تقييمه في المباراة دي كان 7.6 درجة، وأينتراخت فرانكفورت حاليا في المركز السادس في البوندسليجا برصيد 32 نقطة، والمباراة اللي جاية ليهم هتكون أمام رويال يونيون البلجيكي في دوري المؤتمر الأوروبي. كل التوفيق لعمر الحقيقة. مسيرة ناجحة لعمر مرموش بالذات السيزون ده، وكمان لمصطفى محمد مع اف سي نونت الفرنسي. مصطفى محمد شارك في مباراه فريقه الاخيره واللي فاز فيها فريقه على تولوس في الدوري الفرنسي بنتيجه 2-1. مصطفى كان ليه نصيب في احراز هدف من كره ثابته، هدف ولا اروع الحقيقه، وكان ليه مشاركه في صناعه الهدف الثاني. كان ليه محاولتين على المرمى، تمريراته 19 بنسبه دقه 63%، وتمريرات مفتاحيه 2، صناعه فرص مؤكده مره واحيده، والتحام هوائي 16 كسب منهم 8، وإفساد هجمات للمنافس 4، وتقييمه في المباراة دي كان 8.7 درجة، ونونت حاليا في المركز 12 في الليج 1 برصيد 22 نقطة، والمباراة اللي جاية هتكون أمام البي اس جي في الدوري الفرنسي. نروح ل تشيك معانا طبعا محمد ياسر مهاجم اف كي تابلسي. شارك في مباراة فريقه الأخيرة واللي انتهت بفوز فرقته على زيلن بنتيجة 2-1 في الدوري التشيكي. كان مدة مشاركة محمد ياسر 12 دقيقة، وكان ليه خلالهم محاولة وحيدة على المرمى، مراوغات مرة وحيدة نجح فيها، وتمريرات مفتاحية مرة وحيدة. أرقام بالنسبة لمدة مشاركته تعتبر جيدة، تقييمه في المباراة 6.9 درجة، وتابلسي حاليا في المركز العاشر برصيد 23 نقطة، والمباراة المقبلة هتبقى أمام فريق بارو دوبيس في الدوري التشيكي. عمر فايت واحد من الخامات الحقيقة اللي أعتقد هتكون تحت أنظار وعيون كابتن حسام حسن. إذا كنا بنتكلم على كاس عالم 26، اعتقد العناصر دي كلها هيكون ليها دور اساسي. عمر فايت طبعا بيلعب في صربيا لنوفي بازار، شارك في مباراه فريقه الاخيره انتهت بالتعادل بنتيجه 2-2. مده المشاركه كانت 90 دقيقه. كان
ليه خلالهم 7 التحامات أرضية، نجح في 6 منهم، إفساد هجمات للمنافس 7 مرات، استخلاص كرات 2، تمريرات طولية 12 نجح في 4 منهم، مراوغات 2 نجح فيهم في 2، ونوفي بازار حاليا في المركز الخامس في الدوري الصربي برصيد 30 نقطة، والمباراة المقبلة هتبقى أمام سيرفينا في الدوري. نروح لتركيا، محمود تريزيجيه أيضا المتألق مع ترابزونسبور. محمود تريزيجيه شارك في مباراة فريقه الأخيرة واللي انتهت بفوز ترابزونسبور على هاتاي سبور بنتيجة 2-0. مدة مشاركة تريزيجيه كانت 84 دقيقة وأحرز هدف من الهدفين اللي أحرزتهم فرقته. مدة مشاركة 84 دقيقة كان ليه فيهم هدف، 4 تمريرات مفتاحية، 39 تمريرة بنسبة دقة 82%، مراوغات 6 نجح في 3 منهم، تحامات أرضية 13 كسب منهم 7، وتقييمه في المباراة دي كان 8.2 درجة. وترابزونسبور حاليا في المركز الثالث في الدوري التركي برصيد 40 نقطة، والمباراة اللي جاية هتبقى أمام فريق بندكسبور في الدوري. والمحطة اللي جاية هتكون المملكة، وتحديدا مع اتحاد جدة والنجم المصري أحمد حجازي اللي شارك في فوز فريقه على الطائي بنتيجة 3-0 في الدوري السعودي. مدة مشاركة حجازي كانت 90 دقيقة، نجح خلالها في إفساد هجمة وحيدة للمنافس واستخلاص الكرة 1. التحامات هوائية 6 كسب منهم حجازي 1 فقط، تمريراته 74 تمريرة بنسبة دقة 89%، تمريرات طولية 11 نجح في 6 منهم، وتقييمه في المباراة دي كان 6.9 درجة. اتحاد جدة حاليا في المركز الخامس في الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، والمباراة اللي جاية هتبقى أمام نافابهور في دوري أبطال آسيا. آخر المشاركات هي مشاركة محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودي. محمد شارك في مباراة فريقه الأخيرة وللأسف انتهت بخسارة الخليج أمام أهلي جدة بنتيجة 1-0 في الدوري. مدة مشاركة شريف كانت 90 دقيقة، كان ما كانش ليه خلال 90 دقيقة ولا محاولة على المرمى، كان ليه بس 15 تمريرة بنسبة دقة 67%، وتقييمه كان 6.5 درجة في المباراة. الخليج حاليا في المركز العاشر في الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، والمباراة اللي جاية هتبقى أمام الاتفاق في الدوري السعودي. And all data will be sent.